من جملة الأفراد الذين توسلوا بالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها رجل من كبار التجار. هذا الرجل كان يعيش في باكستان وله مصارف وبنوك تحمل اسمه. اسم هذا الرجل عنده مصارف في العالم وبنوك تحمل اسمه. هذا الرجل كان له ولد وحيد، ابن ما عنده غير هذا الابن. هذا الابن الوحيد ابتلي بالشلل، ما كان يتمكن يتحرك، لا يحرك ايده لا يحرك رجله، صار مقعد. هذا الرجل ما ترك مكانا يأمل فيه الشفاء، مستشفيات الغار، إلا وذهب إليه، ولكنه لم يحصل على شيء. فيأس من العلاج، في إحدى سفراته مر على الشام. أجى هذا المطلب في ذهنه أنه أنا اللي ذهبت وطرقت هذه الأبواب، أبواب الدكاترة والأطباء، لماذا لا ألجأ إلى هذه السيدة حتى تكون شفيعة لي عند الله؟ ولكن بإخلاص وتوجه وتضرع راح ليلة بات في مقام هذه السيدة عند الضريح، وبقي يتضرع ويتوسل من الليل إلى الصباح. في تلك الليلة هو في الشام وولده في باكستان، وفي تلك اللحظات اللي هذا كان يتضرع ويتوسل، وإذا بهذا الطفل المشلول يشعر بقوة في رجليه، قوة غير مألوفة، ما كان عنده إحساس، وإذا به يشعر بقوة جديدة في رجليه، يحرك رجليه، يشوف يتمكن يحرك، ينادي أمه ومن في البيت، يأتون ويأخذونه ويضعونه على الأرض، وإذا به يمشي كما يمشي الإنسان السليم. وعلى أثر هذه القضية اللي نشرتها الصحف في ذلك الوقت، صحف الشام، صحف دمشق نشرت هذه القضية، قرر أن يأتي بضريح جديد لحرم السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وصنع ضريحا ثمينا وجاء به إلى الشام ونصبه على مرقد السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. هذه القضية اتفقت في عام 1370 هجرية، يعني قبل 50 عاما، والصحف في ذلك الوقت نشرت هذه القضية.